أهلا بكم. سنتعرف معا على معاهدة الدفاع العربي المشتركة التي جاءت وفقا لويكيبيديا رغبة من الدول العربية في تقوية وتوثيق التعاون بين الدول العربية أمنيا واقتصاديا وحرصا على استقلالها واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانة الأمن القومي. وقعت هذه الاتفاقية عام 1950 بموافقة 7 دول عربية: مصر، الأردن، سوريا، العراق والسعودية، لبنان واليمن، قبل أن تنضم باقي الدول وتوقع على هذه الاتفاقية. وتتضمن 13 بندا يتعلق بعضها بفضل المنازعات بين الأعضاء بالطرق السلمية، كما تتضمن أحكاما أخرى بمواجهة العدوان المسلح. واعتبرت المعاهدة أي احتداء على دولة هو احتداء على بقية الدول العربية، وأقرت عملا بمبدأ الدفاع عن النفس اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما فيها استخدام القوات المسلحة لرد الاحتداء وإعادة الأمن والسلم للدولة المهددة. كما نصت المعاهدة العربية على إنشاء قيادة عسكرية موحدة تتكون من ممثلي أركان الجيوش العربية، ويترتب على هذه المعاهدة إنشاء هيئات جديدة أخرى في نطاق الجامعة العربية: مجلس الدفاع المشترك، ويتألف من وزراء الخارجية والدفاع والهيئة الاستشارية العسكرية، وتضم رؤساء أركان جيوش الدول واللجنة العسكرية الدائمة. ومن مهام هذه الهيئات إعداد الخطط العسكرية لمواجهة كل الأخطار المتوقعة أو أي احتداء مسلح على دولة عربية ما. من مهام اتفاقية الدفاع العربي المشترك أيضا تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول العربية، ومهام أخرى تتعلق بالتدريب المشترك والمعلومات المتعلقة بإمكانية كل دولة من الناحية الحربية ومقدراتها في المجهود الحربي. وتنص المعاهدة على إنشاء قيادة عامة للقوات المشتركة في الميدان تتكون رئاستها للدول التي تكون قوتها أكثر عددا وعدة، وهي بطبيعة الحال ستكون لجيش الدولة التي تجري بها العمليات العسكرية. أما عن كيفية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك فهي تأتي بعد أن تتشاور الدول فيما بينها بناء على طلب إحدى الدول التي تهدد سلامتها، لتبادر الدول العربية على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف، ودعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها لتهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي احتداء أو غزو خارجي.